أيها الأعزاء، الشوط الثالث ينطلق، وهذا هو الشوط الثاني للحقائق. الكار والكلمة وحيلها للزميل الكريبي بن جابر المري، متمني له التوفيق ولكم أجمل وأسعد اللحظات. مشاهدين الكرام، متابعين الأعزاء، مرحبا بكم مشاهدين الكرام، حضورنا الأعزاء، انطلاقة جديدة، تواصل شوطنا الثالث وتواجد هذه الأسماء الكبيرة والشعارات المتواجدة على أرضية ميدان التحدي في مهرجان المؤسس رحمه الله وطيب الله ثرى. ننطلق مع انطلاق الأسماء، مع تواصل الشعارات، أول المراكز هنالك الواعية على المركز الأول، صالح بن راشد الزبداني المري مع المركز الأول يدفع بشعاره مع الصدارة ومع أول المراكز. المركز الثاني تواجد الحنود راشد بن حزام بن راشد بن قرح ينطلق شعاره مع الصدارة، يغير مجريات هذا الشوط ومع أول المراكز. المركز الثاني تواجد عنيدة، وصلت عنيدة، محمد بن تخيل بن سالم الجربوعي ينطلق شعاره بهذه اللحظات. المركز الثالث الواعية العايدة ملكيدي صالح بن راشد الزبداني المري، والمركز الرابع تقدم ووصول من قبل بنت غزة أو هنالك المتواجدة والمنطلقة بهذه اللحظات، تتواجد وتتسيد جو مع هذه الأجواء الجميلة. تنطلق بشعار فيصل بن شفيع الفهيد المري، والمركز الخامس التواجد من شروق مع إشراق الشمسي هذا اليوم لأول أيام المهرجان. تنطلق شروق لعبد الله بن محمد بن طفلة المري مع المركز الخامس، وهذه الأسماء الخمسة والمنطلقة والمتواجدة والمتنافسة بانطلاقة البحث عن كلمة الناموس وعن التتويج في هذا المهرجان. أعود بحضراتكم إلى الصدارة والمقدمة، إلى أول المراكز، لأرى أمور الصدارة ولأرى الواعية مع المركز الأول، الواعية بهذه الانطلاقة الجميلة وبهذا التواصل المثير مع أول المراكز. تواجد الواعي لصالح بن راشد الزبداني المري مقدما لنا هذا الشعار ومتواصلا بقيادة مجريات هذا الشوط. المركز الثاني التواجد والتقدم من العنود راشد بن حزام بن راشد بن قرح، يقدم العنود من تقدمت بهذه اللحظات إلى أول المراكز. المركز الثاني التواجد من شروط غيرت أيضا مجريات هذا الشوط، شوط المفاجآت، شوط الانطلاق، شوط ايضا تبديل المراكز، انطلقت الى اول المراكز بشعار عبد الله بن محمد بن طفله المري، والمركز الثاني تصل لاول نداء عفاريت، وصلت عفاريت، جار الله بن عبد العزيز البريدي ينطلق شعاره مع المركز الثاني ليشكل المنافسه، ليشكل الخطوره بانطلاقته مع ثالث المراكز. المركز الرابع القادمه بهذه اللحظات والمتواجد العبور، انطلقت العبور عبرت الى ثالث المراكز، محمد بن مطر بن زايد المنصوري ينطلق شعاره مع المركز الثالث. المركز الرابع الجازي محمد بن خالد بن عبد الله العطيه يتواصل ايضا بانطلاقه رابع المراكز. وتابع المركز الخامس التواجد من العنود راشد بن حزام بن راشد بن عبد الله بن قرح مع المركز الخامس، نداء الثاني لخمسه الاسماء المتواجده، ولكن العوده الى شعار هنالك الصدارة وإلى تواجد شعار البريدي مع المركز الأول. جابر بن عبد العزيز البريدي المري يتواجد مع عفاريت في راسها عدة عفاريت، انطلقت مع الصدارة، غيرت العبور، شكلت الخطورة بانطلاقتها مع أيضا لافتة 1200 متر العبور لمحمد بن مطر بن زايد المنصوري. المركز الثاني تتواجد الجازي بشكل الجازي، تتواصل وتنطلق مع المركز الثاني، محمد بن خالد العطية يتواجد ثانيا مع إشعاري ومع تحية الكينو
كيلومتر الأخير، كيلو العمليات، كيلو الصراع، كيلو القوة والنزاع. المركز الثالث أرى قدوم تواجد العنود راشد بن حزام بن راشد عبد الله بن قرح، وهنالك المركز الرابع أتابع التقدم الملحوظ من قبل تواجد كوارث سعود بن عبد العزيز بن سعود بن سويم ينطلق مع المركز الرابع. المركز الخامس غادمة بهذه اللحظات حمد بن مطي بن بطي الأقفلي ينطلق شعاره مع المركز الخامس، ولكن أعود مع الصدارة، أعود مع المقدمة، أعود مع الجازي، الجازي الجازي انطلقت مع الصدارة، وبدأ أيضا انطلاق الأسماء، سيل جارف الأسماء والشعارات تتواصل طيف وتنطلق مع الصدارة، طيف مع هذا الكيف العالي، وأيضا تغيرت أمور أول المراكز وانطلقت مع الصدارة الصميل، الصميل تتواجد لتشكل الخطورة بانطلاقتها، راشد بن ضحيف الكتبي يتواصل بالانطلاق مع الصدارة، وهنالك المركز الثاني تواجد كوارث سعود بن عبد العزيز بن سويم مع المركز الثاني، غيرت إلى المركز الأول، وصميل مع المركز الثاني تتواجد بهذه اللحظات، صميل تنطلق هذه الضيفة العانية بتواجدها، راشد بن ضحيف الكتبي يتواصل بهذه اللحظات، هنالك شعل العطية مع المركز الثالث ومع الجازي، ثلاثية جميلة ولكن الناموس أحلى مع الصدارة ومع التواجد، هنالك كوارث سعود بن عبد العزيز بن تويب. نؤني على هذا الفوز المركز الثاني، كان التواجد من قبل سميل لراشد بن ضعيف بن حامد بن غدير الكتيب، المركز الثالث تواجد. الجازي من وسط المركز الثاني محمد بن خالد بن عبد العطية، المركز الثالث كان الوصول من قبل السميلي راشد بن ضعيف بن حامد بن غدير الكتيب، المركز الرابع كان الوصول من قبل العبور محمد بن مطر بن زايد المنصور، المركز الخامس كان التواجد من قبل طيف لحمد بن بطيل الغفلي. نهني جميع الفائزين مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، شاهدنا هذه المنافسه التي دارت ما بين الاسماء، وهذه هي لحظه وصول وتواجد كوارث. توقيت 6 دقائق 15 ثانية 16 جزء من الثانية. نهني ونبارك لمالك كوارث سعود بن عبد العزيز بن سعود بن تويه، المركز الثاني كان الوصول من قبل الجازي. توقيت الزمن 6 دقائق 16 ثانية 31 جزء من الثانية. الثالث تبريكات نزف محمد بن خالد بن عبد العطية، والمركز الثالث كان التواجد من قبل السميل. 6 دقائق 16 ثانية 61 جزء من الثانية. الثالث تبريكات لراشد بن ضعيف بن غدير الكتبي على هذا الفوز المستحق.